نيسان، اليوم يمكن يكثر الحديث عن تعزيز المناعة ليكون الجسم قادر على مواجهة الأمراض ومنها فيروس كورونا لغزا العالم الذي يجتاح العالم وهو خطر على الكثيرين. بدأوا بالتعقيم وأخذوا الاحتياطات اللازمة من التجمعات، وأهم أمر إيجابي جدا، لكن ماذا عن الحالة النفسية التي تعتبر المؤشر الأول للمناعة؟ يعني هي صار في شائعات، في خبريات، في أخبار صحيحة وأخبار مغلوطة، وكلها عم تنتشر على السوشيال ميديا ومواقع الإلكترونية، وهذا الشيء عم يخلق نوع من القلق والخوف عند الكثيرين. كيف فينا نتعامل مع الحالة النفسية، أو كيف فينا يمكن نستغل هذا الموضوع، الخوف والقلق، لحتى يوعينا بلحظة وبنفس الوقت ما يكون هلع بالنسبة لنا؟ رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع المدربة بمجال تنمية الذات الأستاذة فاتن نظام. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الورد. يسعد صباحك. يمكن مثل ما حكينا بالمقدمة صرنا نخربط، بلش الفيروس يجتاح أفكارنا وحالتنا النفسية. قديش فعلا الحالة النفسية بتأثر بشكل كتير كبير على الناس، وخصوصا مثل ما قالت زميلتي ميسان، الشائعات اللي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي قديش فعلا بتلعب دور اليوم؟ هلا نحن في فكرة كتير مهمة حكيت، أول شيء عن المناعة الجسدية. المناعة الجسدية حقيقة هي والمناعة النفسية بتأثر مع بعضهم، يعني الاثنين مع بعض. يعني نحن ما بنقدر نقول والله بس نحن بنشتغل على احترازات وقائية إن نعقب، نشتغل على هذا الموضوع تبع التعقيم. يمكن في دراسات كثيرة، هي المثال الأكبر مرض السرطان، بيكون مصاب للشخص ما بيعرف فيه بكون مناعته، بس يعلم فيه هي الفكرة تنزل مناعته فورا. هي الفكرة بكل الأمراض، هي كل الأمراض هي أساسها نفسية. طبعا فنحن ما تكون عندك مناعه متدنيه، والخصوصي اللي حكيتي هي نسبه الشائعات الكثيره، هذا عم بيخلي نسبه المناعه تقل عندنا، بالنسبه خوف قلق عم بزيد عندي التوتر العصبي. هذا التوتر العصبي اللي بيصير عندي نتيجه له بزيد عندي الكورتيزون، بتنزل المناعه الجسديه. فانت كمان وقت التفكير السلبي كمان بنفس الطريقه، والافكار السلبيه والخوف والتوتر وانه شو عم بيصير، وكل كلمه عم بتزيد 7000 كلمه خلال 3 دقائق، فهذا النسبة معناته قد أنا صار عندي مناعة كثير منخفضة. فإن إحنا كمان أساساً في عنا شخصيات هي عندها قلق زيادة. يعني هلأ نحن في شخصيات بتلاقيها هي متوازنة، بس هناك في عنا شخصيات هي عندها قلق، عندها خوف، عندها هلع. فعنا نحن فئات كثير من الشخصيات بالمجتمع. صحيح. عنا شخصيات اللي هي عندها القلق الزيادة، اللي هي خايفة من حاطة دائرة للأسف الشديد، دائرة الاكتئاب والكآبة، وأنه هي حتموت وهي خلاص انتهت الحياة وعم تعمل مثل ختام آخر الحياة يعني. وفي عنا الفئة الثانية اللي هي عندها القلق الزيادة، الاحتراز الزيادة، اللي عم بصير يصيبها مثل نوع من الوسواس القهري، اللي هي زيادة معقمات وزيادة كمان تعقيم، فهذا كمان خطير. ونحن شفنا وفاة سيدة من يومين من هو كثرة التعقيم وضرب مادتين تعقيم. وهي غلط كمان، هذا في كثير معلومات ما بيعرفوها كمان هذا غلط. فنحن عندنا فئتين هي اساسا عندها هي نسبة القلق، وعم تجي نسبة الشائعات بطريقة كمان باستهتار، خلينا نقول بسخرية احيانا، بس هو شو عم يعمل للعالم؟ عم تلعب باعصابهم، عم يشتغل على اللعب بمشاعر العالم. فهذا الاستهتار بالطريقه السلبيه اللي عم تتاخذ الشائعات عم تواكب كمان نفس العالم عم تتضايق بهذا الموضوع. طيب نحن كيف فينا نحول القلق الموجود عندنا لشيء صحي؟ يعني اوكي كلياتنا قلقانين، ما في حدا مو قلقان، ما في حدا مو خايف على حاله وعلى عائلته وعلى الناس اللي بيحبها، لكن كيف فينا نحولها لشيء ايجابي ونعمل خطوات صحيحه لحتى نحن نكون مرتاحين؟ هلا نحن الفكره انه هلا نحن كلياتنا عندنا قلق، صح كلياتنا عندنا قلق، وكلياتنا نفس الشيء عم بصير معنا سواء بالاجراءات بالشيء اللي عم نسمعه، كلياتنا مثل بعض. ولكن هي فكرة القلق تختلف عن شخص عن شخص، بمعنى أنه أنا هذا القلق هو عبارة عن مشكلة مؤقتة، بدك نحط هاي كتير ببالنا، هاي النقطة الأساسية. أنا كيف فيني حصن هيدا القلق بشكل إيجابي، لأنه أخذ الإجراءات الاحترازية الوقائية بشكل كتير صحيح لحتى يعني أنا فيني استغل هذا القلق بس بطريقة أخرى؟ 100%. هلا نحن أول شيء، أول نقطة أنت حطي أنه هي مشكلة مؤقتة، هي عبارة يعني احنا دائما نحن ما تنعطي عن الذات وتنمية الذات بنقول نحن دائما ما في لا هم
دائم ولا حزن دائم ولا مشكلة دائمة، فهو الشيء هذا مؤقت. طب أنا هذا الموضوع ما دام مؤقت أنا خليني استثمره، كوني أنا هلا قاعدة بالبيت استثمر بالشيء الصح بتفكيري السليم، بمعنى إنه أنا مثلا في عندي كتير أمور أنا بدي نظمها، في عندي كتير أمور أنا بدي أشتغل عليها. كتير حلو نرجع للدائرة الأولى اللي هي العائلة، يعني هي اللي العالم عم تنفر منه وإنه هلا قعدنا بالبيت وصار عنا حظر تجوال وإلى آخره. لا، هي الفكرة الدائرة الأولى هي كمان كتير مهمة، وهذا ما تنحكي بطريقة إيجابية عن كل الإجراءات اللي عم بتصير، فأنت نفسيا عم تتقبل الوضع بالطريقة الصحيحة، ما عدتي أنت مكروهة، لأن إحنا كل شيء عنا ممنوع مرغوب. فنحن هلا صار بدنا كلياتنا نطلع من البيت، صار كلياتنا بدنا نروح نغير جو، صار بدنا انه عنا اشغال كثير وتوقفت، هي الاشغال اللي توقفت كثير بالطريقه السليمه والتفكير السليم انا بعمل اعاده تاهيل لها. في كثير نقاط يمكن انها تكون على تسارع الحياه عم مرقها بالطريقه السريعه، لا انا بقعد بظبط الامور بالشكل السليم. فكرمال هيك نحن اي قصه انت حابه تكون هي بطريقة بالتفكير الإيجابي فأنت بتقدر تحطيها بتفكير إيجابي، حتى بترباتك لأبنك. إذا أنت حتى بهي المحبة كنت بطريقة سلبية مضغوطة بتربايته، حتى هي حتكون في عندك تعب وإرهاق عليك بتربية الطفل. أما ما تكوني أنت عم تعطيه بكل حنيتك وبكل محبتك وأنت عم تشتغلي عليه على هالأساس، فهذا بزيد 100% بتفكيرك الإيجابي. طيب للناس القلقين اللي عم يتابعونا، كيف فعلا يتعاملوا مع هي الشائعات وكثير من الاخبار اللي مش صحيحه اللي عم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لان احنا في عنا الشائعات، يعني هي مشكله احيانا يمكن في شباب وصبايا فاضيين مع عندهم اوقات كثير، فهي عم يشتغلوا على موضوع التسليه او يمكن وضع معلومات مغلوطه او غير مفيده. طب نحن في عنا الجانب الثاني، انت اعتبر الاشخاص اللي هن عندهم هذا التوتر العالي والقلق العالي هن اهلك، يمكن امك اختك في عندهم هي النوعيه. فهون في عنا نحن مشكله، وفي عندي حلقه هي فضاء انه هي عم بيعمل لي تشويش. يعني احنا من قبل من يومين ما نزلت الاصابه الاولى، تمام، من خلال الاصابه الاولى هذا الخبر، هذا المصدر الموثوق اللي احنا لازم كلياتنا نتاكد. طب هم ممنوع تداول الاخبار الغير موثوقه، لانه في كثير اخبار غير موثوقه وعم تكون نسخ ولصق من جميع هو الفكره انه خلال 7 دقائق كان نازل الخبر نفسه بعده طرق، بعده كلمات، بعده مفردات زياده، فانت هون صار في عندك تشويش كامل. يعني انت بين المعلومه الحقيقيه وبين الخبر الحقيقي وبين المصدر الحقيقي، فانت صرتي تعبتي نفسيا. هذا بيؤدي انت وقاعده بالبيت، طب هذا ما عندنا شيء وفي عندنا اصابه واحده، صار ينذكر عده مستشفيات، كمان هذا خطير هذا الحكي. انت عم ترمي حتى مسميات بالاسماء المستشفيات، يمكن انا يكون عندي حاله اسعافيه ما بقى اروح على هذا المستشفى، شيء قلق من داخل انه انا في يمكن عدوى، تمام. فهون نحن كمان هون بدنا نراعي هي الموضوع. بدك تطلع اول شيء في عندي صفحات حقيقه محترمه فيها توعيه كثير، فيها عم تعطيك اخبار وحتى كل يوم شو اجراءات، شو في شيء بالصحه العالميه، وفي عند النقطه الثانيه المصدر الرسمي كمان انا بدي اتابعه واخذ منه المعلومه، اما ما اخذ من اي شخص. وللاسف الشديد عم تنزل يمكن احيانا باسماء عم نتابعها نحن بس هو من بداعي الشهرة، يمكن الشهرة أو اللايكات، نعم. يمكن عم بتزيد هالموضوع. طيب أستاذة فاتن، اليوم كمان نحن عم نكون قدام موضوع لازم ينحكى فيه بالعائلة، خصيصا الأم لازم تحكي فيها مع ابنها المراهق أنه لحتى تنبهه على هذا الخطر الموجود، ولكن بنفس الوقت ما تعمل عنده هلع، لأنه بهالعمر فينا نقول عنهم الأطفال المراهقين ممكن يصير عندهم هذا الشيء، هلع يعمل لهم خوف ما يقدروا يناموا بالليل. شو هي الطريقة الصحيحة لحتى نتواصل فيها مع الأسرة وننبههم على كل الإجراءات اللي لازم يقوموا فيها؟ نحن عنا في سلوكيات، يعني نحن حتى بكلماتنا كثير لازم ننتبه، وخصوصي هلا كون نحن قاعدين كلياتنا بالبيت، سلوكيات ومفردات الأم والأب كثير بدها تنتبه للأطفال. نحن بنحاكيهم حسب عقولهم، رغم إنه ما شاء الله هالأطفال حقيقة واعيين كثير وبيقولوا لك انا ما بقى صافح، ما بقى بسلم، ما بقى كذا، بغسل ايدي. لا بس ما بتقدري تضبطيه، يعني لازم يكون في اجراءات احترازيه. ولكن في عندي فكره، انا هو فهمان القصص بس انا ما اعطيها بجرعه الخوف،
يمكن تموت باي لحظه، يمكن ما بعرف شو يصير لك. لا، هي الفكره انا اعطيها بطريقه حسب مستوى عقله، بطريقه انه انا تابعه طول الوقت، بطريقه يلا مين من بيبلش مثلا يغسل ايديه اول شيء. هي السلوكيات، نحن اي سلوك بدك يا انت تاخدي، وكونه هلا عندنا مده طويله هي عباره فكره انه حد يضل جسمك صح. بدنا ما بدنا نقرب عليه الكورونا، هي الفكره. اعطيه مشاعر ماما مشان نشوفك بكره الشاب، تحمي المسؤوليه، تمام. انت حتشكلي له السلوك اللي بدك اياه، العاده اللي بدك اياها، هو عباره عن فكره. ازرعي له اياها بس بطريقه مو مشاعر الخوف، مو مشاعر انت عم تخانقي عم تعطيها بحاله الغضب، اعطيها بطريقه المسايره، بطريقه انه ماما انا بدي اشوفك عم تكبر وما فيك شيء، وكلياتنا مشان كمان مشان ضلك قوي، مشان كثير مهم ما نحن نزرع انه هذا الاصابه. اذا انت بتحبني كما انت لازم تنتبه على حالك، لانك انت ما دام انت صار في عندك محبه لإلي، تمام، لان انا اذا انت لا سمح الله انصبت انا حنعدى منك، وهي هيك الدائره عم تكبر. فهي ما انت تحطي حتى بمشاعر الحب لا لابنك بمجال العدوى، كمان هذا بيلعب دور كثير بهالاسلوب. طيب خلينا نحكي معك كيف فينا نحكي عن الاجراءات الاحترازيه الوقائيه ضمن العيله، بما انه هلا العيله كلياتها عم تجتمع مع بعض المساء، خلينا نعطيهم بعض النصائح لهي الاجراءات اليوميه. هلا اول شيء خاصه الشخص اللي بده يطلع خارج المنزل، يلي بده يطلع خارج المنزل اول ما بيوصل على المنزل كثير مهم هي تكون في عندنا والسله جنب الباب، معليه الشيء اللي خارج ينشرح وينحط مشان ينحط بالشمس، كثير مهم ينحط للحذاء هي الشقفه المبلوله اللي فيها معقم، وبنحاول نكون هي الديتول اكثر من الكحول مشان ما تعبئ ريحه البيت باول المدخل، هذا كثير ضروري. كثير ضروري نحن اسلوب الغسل الايدين، كثير اسلوب انه نحن بنقول على العدو الاساسي هو مين؟ هو الايدين والوجه، هو التم والانف والعين. نحن هي الحكه ما بتصير، تمام، يعني مثلا انه خلص لو في عندك حكه بعينك او انفك او تمك وانت خارج البيت وحاطه لكفوف حاولي تتجاهليهم شوي، لانه هدول الثلاثه هن بيوصلوا الفيروس. حسيت شوي بتعب، معلي خلينا العصير الاساسي هو العصير الدافي اللي هو جواته الليمون، معلي خلينا نساعد على موضوع انه ما تكون ما في جرثومه بالحلق. فهذا الاجراءات البسيطه اللي هي انت تحطيها بضمن عادات البيت هي بتساعد كثير على رفع المناعه عند المجموع. حتى رفع المناعه النفسيه هو تآلفك مع الاسره، هي قعدتك انت وجاي اسالك عن هالموضوع بطريقه كثير مهمه. يعني هي ما الفكره انه نحن نكون قاعدين طول الوقت مضغوطين انه امتى بدنا نطلع امتى بدنا نروح، لا، هي الفكره انه انت بهالمناعه اللي انت عم تحصنيهم لاولادك فيها بهذا الدفء، هاي بيرفع لك المناعه وبيرفع لك حتى علاقات كثير مهمه طبعا بحياتك، لانك انت مثل ما كلياتنا يمكن احنا عندنا اشغال خارجيه، فانت احيانا عم يكون في عندك القص الاكبر هو خارج المنزل، فهذا الدفء هو بيساعد كثير على زياده المناعه. كيف فينا نزرع انه هي القعده هي فرصه لاستثمار انه نحن موجودين مع بعض؟ يعني دور الاب والام والعائله كلياتنا انه نحن موجودين مع بعض صدقا، قاعدين هي القعده العائليه يلي ممكن كثير عم نفقد لها بلحظه من اللحظات، ما عم نقدر نلاقي الوقت لاولادنا لعائلتنا لامهاتنا وللناس يلي بنحبهم. نحن المبدا الاساسي الازمات هي فرص، يعني نحن هي الازمه خلينا نستثمرها، هي فرصه، هي بمعنى كيف انه ناخذها فرصه. يعني دائما ما تقول انت توقعاتك، هلا نحن بس محطوط لليوم الخميس بيكون انه بتخلص اول الوقت لانتهاء المده، يمكن احنا توقعات يمكن تفوت بالخطه بي، يمكن كمان احنا ناخذ كمان اسبوعين. فانت اول نقطه بدك تحطي التوقعات اللي هي حتكون لبعدين. طب انا هي التوقعات، انا ما بدي اقول انه والله يلا الحمد لله بقي لنا يومين ثلاث ايام لتخلص هي احداث متتاليه، لا، هي الفكره الاساسيه ما دام انا عندي وقت فانا بدي استثمرها بالطريقه الصح. يعني نعمل نشاطات ضمن البيت، يصير في عندنا احاديث خاصه ضمن البيت، يعني نحن طول الوقت كلياتنا ماسكين الموبايل والسوشيال ميديا، هلا صار في عندنا وقت كثير منيح، فانت بتشتغلي على اسلوب مثلا يمكن خلينا العاب انت ولادك، اسلوب التعاطي الصح، في عندنا مثلا قصه خلينا نرجع مثل قبل انه نرجع مثلا نتناقش بموضوع، حتى النقاش على فكره بالنسبه للكورونا
نقاش في نقاش بناء ونقاش هدام. يعني انت باسلوب مثلا طب ليه هو هيك صار، طب مثلا هي الاسئله كثير عم تنطرح من قبل الاولاد، ليه نحن انه صار فينا كمان كورونا، ليش عم بيصير هيك فينا. فانت مثلا بدك تاخذي وتعطي، هذا كمان بيفتح لي لعند الاولاد كمان نسبه وعي اكثر، ونسبه انه بصير بياخذ وبيعطي، وصار في عندهم حبه وجود الاب والام، خصوصا يعني هلا خصوصا الاولاد انه بابا ما بقى يروح على الشغل، لا هو كلياتنا مع بعضنا في نوع من الدفء. ويمكن في كثير ناس علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي ميسان، في كثير تعليقات جميله انه في كثير من المزايا والتفاصيل ومن القصص عم يكتشفوها بحالهم. في كثير من الناس مثلا مثل ربات البيوت بتقلك انا ما بعرف حالي اني بعرف اطبخ هالقد، ما بعرف حالي اني بحب عيلتي هالقد. في قصص ليك بتحسي في ناس بتاخذ الجانب الايجابي من هي السلوكيات وبتستثمرها بطريقه صحيحه، قديش فعلا بتلعب دور هي مثل ما قلنا بالحياه اليوميه، لانه نحن باحداث متتاليه وبنعرف بكره شو رح يكون. نحن باجراءات احترازيه يوميه من قبل الحكومه السوريه، اليوم في حظر تجوال الساعه 6 ممكن يكون مع زياده الاصابات حجر كامل. فهي كيف فينا فعلا مثل ما قلنا في ناس عم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي سلبيين، في ناس ايجابيين عم يحاولوا يمكن يمضوا نهارهم بطريقه صحيحه. هي الفتره هي لازم نكون كلياتنا ايجابيين، يعني حتى اسلوب التفكير لازم يكون هو ايجابي، حتى مشان نقول كلمه نتصدى بالوعي، يعني هي وقت انت تتصدى بالوعي انت لازم تكوني وعيانه للشيء اللي هو ما له هو بس عندك بالبيت ولا هو بالحي عندك، هو شيء عالمي، يعني هي الوباء او الفيروس نحن هلا لساتنا مسيطرين على الموضوع، لساتهم حالات خارجيه ما موجوده، فهو الكارثه ما تكون لا سمح الله تنتشر. هون القصه ما ادراك قديش هيدا الموضوع خطير وعليك مسؤوليه، مسؤوليتك ومسؤوليه عيلتك. هو الاستهتار مش استهتار بحياتك فقط، بحياتك وحياه الاخرين. هي هون الاستراتيجيه، انه هي الفكره انه انا ما بدي انصاب بس انا عم بصيب غيري، يعني هي الاستراتيجيه الثانيه الاخطر. فانت اذا كنت مثلا بكل الامراض انت مريض انت لحالك مريض، ولكن هي الفكره مين حتمرض معك، مين التقيت انت وياه. فهون نحن القصص اللي بالبيت ما تنكون وانت بدك تعملي تفكير ايجابي، هذا كثير مهم. انت مشان تقدري تستمري بالحياه، انت مو حابه تستمري بالحياه، ما بدك تعملي مقاومه للاستمراريه، فمعناته بدك تتقبلي كل شيء، ما هو كل شيء جديد بدك تتقبليه انت مبتسمه. بمعنى يعني هلا مثلا في هلا مثلا مثل حكيت عن المطبخ والمره انه عم تعمل اكلات طيبه وظريفه، لا حتى كمان الاولاد عم بتشارك بالموضوع طبعاً. هذا كثير حلو هذا الموضوع انه صار في مشاركه. في ناس ما كنت بعرف اولادي حبابين مهضومين هيك، في ناس بتقلك يعني في شغلات هيك يعني لطيفة. هي بتمرق علينا كثير قصص وكثير سيار، بس هي الفكره في سيناريوهات. لا هي عن جد هي بتدعي انه انت تقولي انه في امور عم تتماشى وانت بدك تخلقي الجو طبعا، وانت بدك تخلقي استمراريه الحياه. اذا ابنك مكتئب انت كمان بدك تكتئبي وتبكي، فهذا كارثه. يعني نحن اليوم صدقا طالعين من حرب طويله وصارت كثير في مشاكل نفسيه عند كثير من الناس، ان كان الخوف، الهلع، التعرض لفقدان احبه، فقدان ناس من حبها. اليوم نحن في ناس قوت من هاي الحرب وفي ناس لا صارت هشه كثير، كيف فينا نحن يعني نطلع من هذا الموضوع باقل الخسائر النفسيه؟ يعني نحن الفكره انه العالم خصوصا نحن لنا 9 سنين حرب وما خلصنا، يعني نحن ما عندنا هلا كورونا للعالم، بس نحن صرنا عايشين 7000 مليون كورونا خلال هالحرب. فنحن بنقول انه الكورونا السوريه تختلف عن اي كورونا ثاني، لان نحن بالحقيقه كل ما نخلص من كورونا يطلع لنا كورونا جديده. هي الفكره الاساسيه ما دام انت عم تتجاوز كل المواضيع، وهذا اللي صار النوع الاستهتار واللامبالاه اول ما بلش الكورونا. بمعنى انه مثل ما كان الشعب واعي خلال فتره الازمه، يعني نحن نطلب من الجميع الوعي والحفاظ على سلامته وسلامه المحيط والمسؤوليه، الشعور بالمسؤوليه وعدم الاستهتار. يعني هي اي الفكره انه وقت بلش كلمه الاستهتار، شو يعني استهتار؟ استهتر بمعنى انه انا قضينا كل هالقصص وما صار علينا شيء، تجاوزنا كلياته وما صار علينا شيء. هلا هي القصه بتختلف، ما دام انت تجاوزت 9 سنين وانت بدك تعيش وتستمر بالحياه، انت حتتجاوز هذا الموضوع 100%. فانت معناتها هذا الشيء تقديرك لذاتك الصح، انت ما تتخاف على اللي حواليك، اذا بتحب اهلك، بتحب اخواتك، بتحب رفقاتك، حابب ترجع لحياتك، فهو انت زيد الوعي اللي عندك. هي الفكره دائما احنا باي ازمه هي فرصه، يعني انت دائما في شيء يمكن ترتيب
في شيء ترتيب من رب هو العالمين، ترتيب، وأكيد ترتيب من رب العالمين. يمكن الامور في امور كثير كل واحد فينا بيعمل لها جرح. اكيد الختام مثل ما قلتي هي المسؤوليه والحفاظ على صحتك وسلامه عيلتك والالتزام بالبيت، هي اهم شيء. اكيد، وخليكم بالبيت. شكرا كثير لك سيده فاتن على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها ولحضورك. شكرا كثير لك. شكرا لك.